الجدير بالذكر حضرات ان اداره شركه برزنتيشن لايف تقدمت بالتهنئه لكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على الفوز بالانتخابات لاستكمال مسيره التطوير وايضا تلبيه امال وطموحات كافه اعضاء وجماهير النادي الاهلي، متمنين دوام النجاح والتوفيق لمجلس الاداره الجديد. كمان حابين لازم نتكلم الحقيقه عن الجهد الكبير اللي حصل في تغطيه انتخابات النادي الاهلي وكل وسائل الاعلام اللي كانت بتنقل عننا الحقيقه جهد محترم جدا. والمدير التنفيذي الكابتن اسلام الشاطر تقدم بالشكر لكل العاملين بقناه الاهلي برئاسه الاستاذ ايهاب الخطيب رئيس القناه على الجهد الكبير والعظيم في تغطيه انتخابات الجمعيه العموميه. طبعا كل التحيه والتقدير والاحترام على جهد جميع العاملين في قناه النادي الاهلي اللي دايما بيقدموا تغطيه مختلفه واداء متميز جدا لكل ما هو متعلق بالنادي الاهلي، كل التحيه والتقدير.